بقى لايف اليوم بالحلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد. صرتوا تعرفوا أنه شباب وصبايا موجودين معنا من كورال ميوزيك أكاديمي أو شو أي ميوزيك تالنت أكاديمي، وفعلا هني مواهب، خاصة عم يقدروا يكونوا عم بيجيروكي باسكال. كريستيان عيسى أهلا وسهلا فيك، وشغل كتير حلو يعني عم تعملي مع الجوقة، بس جوقة بأعمار هالقد صغيرة فيها شغل كتير. كيف بيصير الشغل معهم وقدي يعني هالالتزام بعدين اللي عندهم اياه؟ مش عم نسمع صوتهم بالاستوديو اكيد، واهلهم ملتزمين. نحن كل جمعه عندنا تمرين، كل جمعه بنتمرن بين الساعه والساعه ونص. هيدا نص الكورال، في نص الثاني بالبيت جبناهن. نحن مع ست باسكال دائما يعني كتر خير الاولاد، وانا بدي اشكر الاهل كمان يلي عن جد عم بيطوعوني وعم بيودوا هالالتزام كل جمعه كل جمعه، والحمد لله بعزبوا شوي بس مش كان كمان يعني كل المناطق اللبنانيه منا. رحنا على دمور مع ست باسكال، على غزير، على بعبدات، على حالات بيت حباق، على حالات، على ميفوق. وحلو الالتزام اللي انت عندك يا كريستيان، وينعاد عليك. ميرسي. شو رح نسمع هلا باسكال؟ بركي بنسمع امير السما. تفضلي. طفل يسوع. تلج وبرد وريان سهراني، وملايكي بالجو ترنم فرحاني. سلام للأرض والمجد للأعالي، تحقق الوعد المخلص جاي، تحقق الوعد المخلص جاي. يا قمر انحني ضوي يا دني، أمير السما جاي. شهقت يا رب نور العالم قبالي، وينجو منطفي ويا ليل انجلي، يسوع بمسود قبالي. تلج وبرد وريان سهراني، ملاكي بالجو ترنم فرحاني. سلام للأرض والمجد للأعالي، تحقق الوعد المخلص جاي، تحقق الوعد المخلص جاي. يا قمر انحني ضوي يا دني، أمير السما جاي. كتير شكرا لك ست باسكال صقر، واكيد للكورال الموجوده معك فردا فردا، كلكم امراء واميرات. بنتابع نحن مع توب ستوريز، معرض خاص بالمغارات الميلاديه عم بيكون بكنيسه مرمخايل بكفيه، حكينا عنه قبل بوقت لما حكينا عن فعاليات بكفيه. انما اليوم رح نكون مع السيد عصام عزوري اللي هو مؤسس هالمعرض يلي من سنه لسنه عم بيزيدوا المغارات بهالمعرض. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. مغاره من كل مكان بالعالم، كم مغاره صار عندك؟ لحديت اول امبارح كانوا 140، اليوم صاروا 150. 10 زادوا دغري، 10 مغارات وإلهم قصه. نعم. نحن في مشروع نعمله اسمه مغاره السلام، يكون في مغارات من شخصيات عالميه. العام الماضي بتتذكري قلنا انه كان عندنا مغاره من مدام كلودين عون روكوز، ورجعت باخر المعرض سير ارزي جميل قدمت لنا مغاره صار لها 25 سنه عندهم كان بجاراغوس. قلت أنا لازم نعمل شيء أكتر تنأكد أنه يسوع هو أساس العيد، مع احترامي لكل الشخصيات التانية اللي بنحكي فيها، أمير السماء
جاي مزبوط هو أمير السما. بلغت أندريا بوتشيلي إنه نحنا بدنا نعمل شيء اسمه مغارة السلام. نعم. تفاجأت إنه الأندريا بوتشيلي فاونديشن عم بيساعدوا فقراء بهايتي من ضحايا الزلزال يلي نسيون العالم، تلاميذ مدارس سانت أوغستان، سانت فيلومينا ونوتردام دي روزير بهايتي، دربون للأهالي يعملوا مغارات ميلادية من الفرفورجي. وهلأ أنا كتير يعني متشوق أوصل على البيت لأنه خبرون أن المغارات وصلوا على بيروت. أنت كمان ساعة. بعدك ما شفتهم؟ بعد ما شفتهم. أنا شفت الصور بعتت ليهم مرتي، قلت لها لو كانوا معك طلعتهم على السات حلو. بس ما لحقنا. في عنا كتير مغارات، صاروا 150 مغارة، وما بتصدق أنه نحن هلأ ساعدنا 10 عيال بهايتي بس من ضمن أنه تعاون مع أندريا بوتشيلي فاونديشن. أو هون عم نشوف على كل حال المعرض وفعاليات المعرض، نشوف أكيد المغارات الميلادية كيف بلشت. يعني 140 بلشوا بمغارة واحدة، بلشوا بمغارة واحدة. أول مغارة هي كانت مغارة أمي الله يرحمها، يسوع كان عمره 3 سنين، كان عمره 3 سنين كنت أحكي معه. نعم. يعني صار لي 52 سنة بحكي معه، 52 سنة صار لها هيدي المغارة ببيتنا. بس لما تجوزت رحت على السودان عم بعمل تدريب إعلامي للأمم المتحدة، لقيت يسوع أسود. كانت أول شوك كولتورال لإلي إنه معناتها الشعوب بتفرجي يسوع بيشبهها. فكرة اليسوع اللي بيشبهها خلتني إنه فوت بهالشغف يلي عم بحتفل سنة ب 25 سنة من تجميع المغارات. السنة في أشياء كتير جديدة صارت بالمعرض، يمكن أهم شيء إنه عملنا المعرض أكسسيبل للأشخاص اللي بيستعملوا كراسي متحركة، وقدرت استقبل الإيراب يومين ورا بعضهم. كانت تجربة كتير مهمة، يعني حتى أولاد الإيراب ضلوا شي ساعتين سألوا أسئلة ومعهم معلماتهم اللي بيسألون للأسئلة بلغة الإشارة وأنا بجاوبهم ورجع بترجمولهم، ورتلوا لي وليد المسيح هللويا مع الساين لانجويج. فالحمد لله يعني عم نعمل شي كتير جديد. قدرنا نجيب الصور الوحيدة لتتذكر السنة الماضية حكينا عن مالئ الدنيا وشغل الناس، برميل البابا فرانسيس اللي قدموا له اياه من أسيزي. السنه زدت عليه شغلتين كملناه، جبنا صور البرميل الاول اللي قدموه للبابا بولس السادس وكيف كبوه بالنهر وكيف سلموه للبابا القديس، وجبنا من ليتوانيا رسميا من بلديه العاصمه كل التفاصيل اللي علاقه بنانو جيزوس اللي هو اصغر يسوع بالعالم، قدموه للبابا على عيده سنة الماضي. بس أشرح للناس عن شو عم نحكي، يعني جوات خرم الإبرة أو بدك تطلعي 10,000 مرة أصغر ليبين قديش نسبته من الحجم الحقيقي، بيطلع قد خلية بشرية. وبتم قالت رئيسة ليتوانيا أنه حطت على تويتر الجملة اللي قالها سانت إكزيبيري، إنه شيء أساسي بالحياة ما بنقدر نشوفه بالعين، ما بنقدر نشوفه إلا بقلبنا. فيمكن هذا تذكير إنه قد ما كان حجم المغارة كبير أو صغيرة، الأساس هو يسوع يلي خلق بعد كم ساعة. يعني أنا مش مصدق إنه كل الترتيب صار. أنت بارونتاز البريد السريع قالوا لنا بيوصلوا بـ2 جانفيير المغارات، وكنت كتير زعلان. اليوم الصبح كتير. اليوم الصبح وصلنا الإس إم إس إنه وصلت المغارات. وراح يكونوا لكن الليلة بميمانو خايل؟ لما كذب بكرة بعد بكرة. الظهر أكيد. لأمتى مستمر المعرض؟ المعرض مكمل 6 كانون تاني من ساعة 3 بعد الظهر للساعة 8، وهيك عاملينه كمان بوقت يلي الناس بيرتاحوا من أشغالهم بعجقتهم، وحتى يعني إذا كانوا الأولاد مفرسين بيكونوا الأهل خلصوا فترة الغداء وقالوا خلينا نعمل شيء. فنعمل شيء التام تبع السنة هو هيا بنا نراه، مثل ما الرعيان قالوا خلينا نروح نشوف شو هو اللي بشرونا عنه إنه ولد بمزود. بعتقد بمرن خايل بالعالم بتخير. يحتفلوا بعيد الميلاد وكيف بيشوفوا المغارة مغارة السيد المسيح. ولد المسيح بنقول لك هللويا. أستاذ عزوري شكرا لك لوجودك معنا ولهال يعني الهواية اللي خلتنا نحن نكون عم نتعرف على حضارات الشعوب. أهلا وسهلا فيك. أنا بشكركم. ولد المسيح هللويا هي معيادتنا كلنا، لأنه بتذكر بهالنهار الله يرحمه روبرت شكيبان اللي كان يوزعها على كل الكنائس بالعالم. أهلا وسهلا فيك. نحن كمان بهالوقت رح نكون مع اتصالات المشاهدين وعنا هدايا كتير. ألو ألو بونجور. بونجور، مين معنا؟ وليد طنو. أهلا وسهلا فيك. ميلاد مجيد لألكون للإم تي في. ميلاد مجيد علينا وعليك. أهلا وسهلا فيك. منين عم تحكي؟
من شكة. يا هلا، هنشوف شو ربحت معنا. ربح زيارة مجانية للمعرض. زيارة لكنا كمان لمعرض المغارات الميلادية بكنيسة مرمخيل ببكفية، وكمان من عنا بكون عندك هدية من كوكوبيلا. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو، مين معنا؟ ميري كريسمس. ميري كريسمس same to you. مين معنا؟ ليليان عيسى الخوي. ليليان عيسى الخوي، أهلا وسهلا فيك ليليان. تنشوف شو بتربحي معنا. يارا آي كير، بتربحي من عند يارا آي كير هدية. أهلا وسهلا فيك. وسيلفي معنا وسيلفي معنا وجيزوس كمان. بعد عنا اتصال أو بالفقرة الثانية. نحن نشكر كل اتصالاتكم، أكيد بعد شوي رح نتابع وبدنا نخلص البوكال اليوم مع كل الهدايا الموجودة معنا. نشكر اتصالاتكم ومعايداتكم، لحظات ومنرجع منتابع.